مرحبا بكم إلى هذا الجزء من النافذة، والذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية والإنسانية في سوريا. قال ناشطون إن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في يومه الأول بقصف طال مناطق عديدة وهجوم بري في ريف حلب الجنوبي، حيث تصدت قوات المعارضة السورية لهجوم شنه النظام وميليشيات إيرانية في ريف حلب الجنوبي. كما تصدت قوات المعارضة لهجوم لقوات النظام وحزب الله اللبناني على قرى وادي بردة، وذلك بعد قصف النظام السوري بالمدفعية قرى الوادي، واستهدفت مناطق في الغوطة الشرقية وجبال وادي بردة ومناطق بريف حماه. وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمس قد دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، وقد وصفت الخروق حتى الآن بأنها محدودة وغابت عنها الطائرات التابعة للنظام وروسيا. وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور اللواء فايز الدويري المحلل العسكري. دكتور مرحبا بك، قراءة أولية في هذا الاتفاق، المسوغات، المحتويات، الأفق المنتظر وما جرى حتى الآن، هل يمكن اعتبار ذلك خرقا خروقات أم ماذا؟ يا سيدي، يعني دعني أقول أن الاتفاق هو ضرورة روسية تركية نعم وللمعارضة وللنظام، ولكن أقول ضرورة روسية أولا. إذا نظرنا إلى الكأس الروسي ونظرنا إلى الجزء المليء من الكأس الروسي، نعم نجد أن الحملة الجوية الروسية خلال أكثر من عام ونصف حققت إنجازات، منحت قوات النظام استعادة المبادئ واستعادة التوازن واستعادة السيطرة على الأحياء الشرقية، ولكن الجزء الفارغ من الكأس الروسي يجب أن ننظر إليه بتأني. وأنا أقرأ في الجزء الفارغ أن النظام الروسي تأكد وتيقن أنه رغم كل الإنجازات لم يستطع أن يحقق ما كان يطمح له، وهو إجهاض الثورة، وأنه لا يستطيع إجهاض الثورة وإجهاض والقضاء على الجماعات المسلحة المعارضة المسلحة في إطار زمني لا يقل عن من عامين نعم. إلى ثلاث أعوام، مما يعني أن روسيا ستتورط وستغوص في الرمال السوري. ماذا عن الجانب التركي دكتور فايز؟ ماذا عن الجانب التركي أيضا؟ ويقال أن هناك استباق روسي تركي قبل وصول الرئيس ترامب، هل هذا صحيح؟ يا سيدي نعم، تركيا في خلال الفترة الماضية من قبل الانقلاب الفاشل وإلى ما بعد الانقلاب الفاشل رأت أن أمريكا آثرت الأكراد على تركيا الدولة المحورية في حلف الناتو والشريك الاستراتيجي، وحاولت بشتى وسائل أن تنأى أمريكا بنفسها عن الجماعات الكردية، ولكن أصرت أمريكا ودعمت غضب الفرات، وحتى لم تستجب للطلبات التركية للمشاركة في تحرير الرقة. لهذا السبب اتجهت تركيا باتجاه روسيا، وهو باعتبار المنافس الرئيسي، لأنها وجدت قبولا من بوتين أكثر من القبول اللي كان متوقع. نعم دكتور باختصار، دكتور باختصار إذا سمحت لي، ماذا جنى الأسد الذي أعرب عن استعداده للتنفيذ هذا الاتفاق وأيضا خرق الاتفاق بشكل أو بآخر؟ الطائرات تقصف وتقتل وساعات التوقيت بدأت. يعني يا سيدي الأسد هو الغائب الحاضر في الملف السوري، الغائب عن أي اجتماعات رئيسية تتعلق بالمصير السوري، والحاضر كأداة لدخول الآخرين في الملف السوري. هو الذي استدعى الإيرانيين واستدعى حزب الله واستدعى روسيا، فهو حاضر في استدعاء قتله، ولكنه غائب عن الاجتماعات التي يجب أن يمثل بلده إذا كان رئيسا للبلد. الخروقات الحالية هي خروقات متوقعة، لكن يجب أن يكون هناك رد روسي على هذه الخروقات، لأن كما قلت لك روسيا أحد الجهات المتضررة مما يجري في سوريا، وتود الخلاص والخروج.
شكرا لك الدكتور اللواء فايز الدويري من العاصمة الأردنية عمان على هذا التحليل. هذا وشهدت مدن وبلدات عديدة في مناطق مختلفة من سوريا شهدت عودة للمظاهرات المناهضة للنظام السوري في جمعة أطلق عليها المتظاهرون الثورة تجمعنا. عدنا من جديد إلى المظاهرات وبعد إعلان وقف إطلاق النار، نحن دائما نقول هذا وقف إطلاق النار إنما هو هدنة من هذا النظام الماكر، لكننا سوف نبقى نظاهر، نطالب بحقوقنا، نطالب بالمعتقلين، نطالب بحرائرنا المعتقلات اللواتي في السجون، ونقول دائما أيها الأخوة أيها الشباب تظاهروا حتى إسقاط هذا النظام. اليوم نحن نعيد هذه الثورة ونطالب بجميع المعتقلين ونطالب بوسام الرحيل والمرتزقة الإيرانيين. يخرج أهالي مدينة دوما ومسرابة والوطا الشرقية في مظاهرات ليؤكدوا على استمرار الثورة، على استمرار مطالبتهم بفك الحصار، على استمرار الثورة رغم القصف السابق، رغم استمرار الحصار، ويقولوا أن العالم الصامت خذلهم وما زالك مستمرين في حراكهم السلمي كما ترون. الأسد يجب أن يسقط، يجب أن تنتصر الثورة بشتى الوسائل. أهالي الغوطة الشرقية بخروج الظاهرات يطالبون بالحراك السلمي الشعبي، يستمرون بالمظاهرات بمطالبتهم بإسقاط النظام. من أول يوم بوقف إطلاق النار نأكد البشر وأكد العالم كلياته أنه ثورتنا مستمرة، واللي يحكي علينا أنه الأهل أهل سوريا إرهابيين هو إرهابي، بشار نظام بشار أسد النظام هو النظام الإرهابي. نحن طلعنا ثورة سلمية، كبار وصغار وكل الناس طلعوا ليثبتوا لبشار الأسد وللعالم أنه ثورتنا ثورة سلمية، لا إحنا ما جماعات إرهابية ولا عصابات مسلحة. الثورة تجمعنا والعالم يسمعنا، الثورة تجمعنا والعالم يسمعنا، ثورتنا الآبية أولها سلمية وصارت عسكرية لما الأسد قصفنا، الثورة تجمعنا والعالم يسمعنا. بدينا مظاهراتنا في الساحات، بديناها سلمية وحبينا نوصل رسالتنا انه نحن ما لنا ارهابيين، نحن مستمرين حتى اسقاط النظام، مستمرين بثورتنا السلمية وثورتنا اللي طلعنا فيها بصوتنا عارين الصدور، بدنا نستمر حتى اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. طلعنا نظام عشان نرجع روح المظاهرات، روح الثورة القديمة، ثورة 2011 اللي طلبنا فيها بإسقاط النظام، مرتاحين عن هالبلاد مشان نعيش حياة مستقرة، وإجبار مشان وقف إطلاق النار يعني مشان عربية مشان طيران لأنه عم يضرب فينا كل النهار. أؤكد أن هذه الثورة مستمرة إن شاء الله حتى تحقيق أهدافها. ومعنا من ريف دمشق عبر سكايب الناشط الإعلامي ياسر الدوماني. ياسر مرحبا بك، ما هو كيف هو الوضع مع وقف إطلاق النار ومع الخروقات والتظاهرات؟ نعم أهلا بك، مساء الخير. يعني دعني أبدأ أولا بالخروقات وبالأخبار العاجلة من الريف الدمشقي. نعم. يعني في محيط مدينة دوما الآن هناك محاولات لاقتحام المدينة، تجددت المحاولات على محور الإسكان بواسطة الدبابة وبلدوزر وتغطية بقذائف الهاون من قبل قوات النظام. استطاع جيش الإسلام حسب ما نشر عطب دبابتين، واحدة على جبهة أوتوستراد دمشق حمص الدولي والأخرى على جبهة ميدعاني. اليوم صواريخ الأرض سقطت
سيطرت على وادي بردة، أيضا قصفت وادي بردة بالمدفعية الثقيلة وببراميل متفجرة من المروحيات. أيضا سقط في عين الفيجة الشهيد محمد يوسف حوري وفايز شفاط وشهيد طفل. أيضا 4 صواريخ أرض أرض على إفرا ودير مقرن، 24 غارة جوية على دير قانون وبسيمة، و6 براميل متفجرة على مغر المير. أيضا هناك قصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة، 6 صواريخ أرض أرض أيضا سقطوا على مناطق المرج، أيضا قصف بالصواريخ على جسرين. سقط شهيدين أيضا في منطقة البيدعاني أبو أنس من فيلق الرحمن ويوسف جلدة من جيش الإسلام. أيضا دارت اشتباكات في حي القابون شرقي العاصمة الدمشقية بين الثور وقوات النظام على جبهة الوحدات الخاصة. مدينة دوما كان لها النصيب الأكبر في الغوطة الشرقية من القصف، 100 قذيفة على المدينة. سقط الشهيد عمر موفق شهاب ارتقى قنصا أيضا جراء محاولات الاقتحام على أوتوستراد مدينة دوما، المحاولات مستمرة حتى الآن. منطقة وادي بردة الاتصالات مقطوعة فيها، يحاول النظام اقتحامها، الأهالي مقطوعون عن العالم جراء قطع الاتصالات في منطقة وادي بردة بريف دمشق. هناك أكثر من 25 غارة، هناك محاولات لحزب الله اللبناني اقتحام المنطقة من محور الحسينية واستتغطية بصواريخ الأرض أرض. 4 مطارات في الريف الدمشقي تتناوب على قصف منطقة وادي بردة بعشرات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة، وهناك حالة مأساوية جراء هجوم حزب الله اللبناني على المنطقة. شكرا. بالنسبة للمظاهرات، نعم أكمل ياسر. نعم، أريد أن أتكلم قليلا عن المظاهرات. دوما خرج فيها مظاهرة، مسرابة خرج فيها، صقبة، جسرين، كفر بطنة، جوبر. خرج الأحرار في مدينة دوما مطالبين بالمعتقلين مؤكدين على استمرار الثورة وإسقاط النظام. أيضا خرج المتظاهرين في مدينة صقبة في الغوطة الشرقية، وخرجوا في مدينة زملكة، وخرجوا في منطقة جسرين وعربين، وخرجوا في كفر بطنة. أيضا في حي جوبر وعين ترمة خرج الأهالي ورفعوا شعارات طالبوا بالتوحد العسكري بين الفصائل وطالبوا بهيئات مدنية في كل تلك المناطق. شكرا لك ياسر الدوماني الناشط الإعلامي من ريف دمشق. إلى إدلب ومحمد الخليل الناشط الإعلامي. محمد مرحبا بك، وقفوا إطلاق النار، التظاهرات والوضع لديك، تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز. وعليكم السلام، مرحبا سيد محمد، تفضل أسمعك. عفوا، معكم صهيب العلي من ريف حمص الشمالي. بداية مع بدء الخرقات اليوم منذ ساعات الصباح الباكر، استمرت منذ منتصف ليلة يوم أمس حتى مساء اليوم، وبدأ النظام بالتكشير عن نيابة. قام باستهداف مدينة الرستن بعدة قذائف صاروخية انطلقت من قرية ذكريات الداسنية. من هذه القرية تحتلها قوات النظام وتسيطر عليها بشكل كامل. أيضا قامت هذه القوات نظام المسيطرة على قرية ذكريات الداسنية باستهداف أيضا جبهة غرناطة بعدة قذائف وجبهة تلبيسة الغربية، كما استهدفت الشيلكة الرشاشات الثقيلة قرية الغنطة في ريف حمص الشمالي. واستمر هذا الاستهداف حتى وصل قرية السعن شرقي مدينة تلبيسة لعدة رشقات بالشيكة. أخي العزيز، القصف لم يتوقف على ريف حمص الشمالي بعد غروب شمس اليوم، لكن في ساعات النهار قامت قوات النظام بعمليات استفزازية لقوات الجيش الحر باستهداف الجبهات بالطلقات الخفيفة والقناصات. سيد العزيز، النظام يقوم باستهداف ريف حمص الشمالي بعد ساعات الغروب خوفا وهربا من كاميرات وعدسات الناشطين من توثيق جرائمها التي يقوم بها في ريف حمص الشمالي. كذلك قوات النظام متواجدة على أطراف حي الوعر الحمصي باستهداف الحي بعدد رشقات بطلقات الشيلكة. سيد العزيز، أما وضع الإنساني في ريف حمص الشمالي، ما زال يرزق أهالي ريف حمص الشمالي تحت حصار منذ أكثر من 3 أعوام من قبل قوات نظام وميليشيات إيرانية التي تسيطر على أطراف المنطقة بشكل كامل، لكن الأهالي لم يلتمسوا أو يؤمنوا من جانب النظام في ريف حمص الشمالي. علما هذه المرة الثالثة قوات نجد هدنة في ريف حمص الشمالي مع قوات النظام، لكن النظام لم يلتزم والأهالي لم يؤمنوا جانب النظام، كما خرج مظاهرات في بعض المناطق في ريف حمص الشمالي تطالب بإسقاط النظام واستمرار الثورة
ومطالب بالحرية وإخراج المعتقلين، لكن الأهم من ذلك أرنا الآن الذين يقتلون في المزارع والبراري، الذين لا يجدون بعض الحطب أو المازوت للتدفئة، ويرفعون عتبا كبيرا للمنظمات الدولية والإنسانية عدم أي تقديم شيء مساعدات أو يلمسوا الهدنة من خلال إدخال المساعدات أو فتح ممرات إنسانية مع اتفاق الهدنة أو التخفيف من العبء وإدخال أدوية لأمراض مزمنة منها أمراض القلب والصرع والشلل وغيرها من مستلزمات الحياة وحليب الأطفال ومواقع المستلزمات للمعاقين في ريف حمص الشمالي يجب فيه أكثر من 400 ألف نسمة. شكرا لك. شكرا لك سيد صهيب العلي من حمص، شكرا جزيلا لك صهيب على هذه المعلومات. في ظل هذا الوضع السوري، وقف إطلاق النار وردود أفعال المواطنين، كاميرا الجزيرة مباشر رصدت أراء سكان عدد من المدن والبلدات السورية حول وقف إطلاق النار، نتابع. الهدنة طبعا بصراحة هي طبعا يعني مفيدة للناس، يعني ليش؟ يعني الواحد يستفاد، يقدر يتواصل مع الناس، يقدر يتحرك من المنطقة مثلا، يقدر يروح لمنطقته. وثاني شغلة يعني حقن الدم، وهي أهم شغلة. الهدنة هي أخت المسخرة، بس ماشي الحال، شو بدنا نساوي؟ المهم يوقف سفك الدم وإن شاء الله بيوصل لحل. يوم صار هدني وما في طيران وعم نمشي بالطريق وما نفزعانين. والله بنتمنىها أنها تستمر، نتمنى أنها تستمر، لكن هذا النظام لا يؤمن جانبه. نتمنى أنه تستمر مشان هالشعب وهالأطفال وهالعالم ترجع تعيش حياتها الطبيعية. والله هي مطلب لكل السوريين، يعني كلياتنا بدنا نوقف النزيف اللي عم يصير وهالدمار وهذا كلياته. ما حدا بيرضى بهالشيء اللي عم يصير. استعانوا علينا بكل أنحاء العالم وكل الطواغيت كلياتهم على هالشعب الفقير هالمظلوم. الناس بلشت ترجع بالحياة الطبيعية. أنا بالنسبة لي كنت فاتح يعني محل بعد القصف والدمار، يعني كانت أطفال ما تقدر تطلع من بيوتها تجي تشتري. الحمد رب العالمين يوم صار في حركة شوي ولو كانت بسيطة وصارت ورجع الأمان للعالم، يعني ولو كان إنه هذا النظام ما بيتأمن فيه، بس صارت فيه شوية حركة حيوية بين الناس. الحمد لله رب العالمين. هلا نحن عم نلعب طابه لاني ما في ضرب، وبكره بنصير نروح على المدارس. هكذا هي اراء السوريين كما رصدته كاميرا الجزيره مباشر. ولرصد سياسيين ومتابعه اكثر، انضم الينا الان في الاستوديو الاستاذ عمر ادلبي، عضو تجمع ثوار سوريا. مرحبا بك سيد عمر. ابدا من رصد بعض النشطاء الاعلاميين الذين كانوا على الهواء مباشره، وصفوا الوضع بالكارثي. هناك يعني خرق واضح وقتل مضاعف ربما، وهناك ايضا مسيرات تقول يعني الوطن يجمعنا. كيف تقرأ هذا الوضع حتى الآن؟ يعني كنا نتوقع أن النظام لن يمرر هذا الاتفاق على خير، ولا سيما في الأيام والساعات الأولى. حتى الآن كما نقل ناشطوكم أو مراسلوكم، هناك 4 شهداء، 3 منهم في منطقة وادي بردة، أحدهم طفل والآخر في دوما. إذن معظم الخروق التي شهدتها الساعات الأولى واليوم الأول من هذه الهدنة، من هذا الاتفاق وقف إطلاق النار، شهدها ريف دمشق الذي كان النظام أصلا يعترض على أن يشمل هذه المناطق باتفاق وقف إطلاق النار. النظام ركز على منطقتين كان يرفض أن يشملهما وقف إطلاق النار، وهما الغوطة الشرقية ومنطقة وادي بردة، التي يحاول جاهدا هو وميليشيات حزب الله السيطرة عليها، وشهدت اليوم محاولتي اقتحام تصدى لهما الثوار. نعتقد أن النظام ليس راغبا وليس راضيا عن اتفاق وقف إطلاق النار، كذلك إيران وميليشياتها التابعة لها متعددة الجنسيات الطائفية أجبروا جميعا من قبل هل في هذا السياق أستاذ إذا سمحت لي سيد عمر حتى نستفيد من حضورك، يبدو كما تقول أن النظام والميليشيا الإيرانية غير راغبة، هل بوتين يريد أن يضغط أو هو يضغط على إيران ويضغط على سوريا؟ يعني أنا أعتقد أم هي لعبة ظاهرية مسرح؟ لا أعتقد أنها لعبة، هناك بالتأكيد مصالح مشتركة بين الأطراف الثلاثة، روسيا وإيران والنظام، ولكن هناك بالتأكيد نقاط اختلاف يختلفون عليها فيما يتعلق بمستقبل هذه العملية برمتها، هذا الصراع برمته. إيران والنظام يعتقدان أنهما بعد الانتصار على الثوار في معركة حلب التي يعتقدونها انتصارا ناجزا،
يعتقدون أن بإمكانهم الحسم العسكري بظل المساندة الجوية والغطاء الجوي الكبير الذي قدمته لهم القوات الجوية الروسية. الروس لهم وجهة نظر أخرى، هم بالتأكيد ليسوا في، لا يشتغلون لصالح الثورة السورية ولا لشارح الشعب السوري لمصالحهم بالتأكيد، ولكنهم لا يعتقدون أن من مصلحتهم أيضا إنجاز يعني نجاح عسكري باهر للنظام وحليفته إيران. وحتى الآن لم تظهر الطائرات الروسية ولم تشارك. كنا نشاهد أيضا بعض الصور الحية، الثورة تجمعنا والعالم يسمعنا، كأننا في السنوات الأولى للثورة. ما هي الرسائل التي يحملها هذا المواطن السوري الذي يخرج ومن خلفه الخراب ولكنه متمسك بثورته؟ في كل الهدن السابقة كان الشعب السوري والناشطون الثوريون والثوار بمجرد أن يتوقف إطلاق النار يعودون إلى الساحات والشوارع على شكل أو على مثال سيرتهم الأولى في أيام الثورة الأولى. يوم أمس كان هناك جدل طويل بيننا كناشطين في الثورة، هل نطلق هذه المظاهرات بسرعة اليوم الجمعة بعد ساعات من وقف إطلاق النار؟ كان هناك اتفاق على أن يكون هذا اليوم يوما اختباريا تمهيدا للأسابيع الأخرى لليوم الجمعة القادم إن شاء الله. لذلك هذا اليوم كانت هناك مظاهرات ولكنها ليست بالقدر الذي سيعبر الشعب السوري فيه عن تمسكه بثورته التي كانت طول الوقت سلمية وكانت طول الوقت تنادي بمطالب الحرية والكرامة والعدالة، ولا تطالب برفع السلاح ولا تطالب بالعنف ولا تطالب بالقتل. ويعني ربما يستغرب بعض يعني سئلت من قبل بعض الصحفيين لماذا وافقتم على وقف إطلاق النار؟ وقف إطلاق النار كان مطلبنا منذ الأيام الأولى من الثورة، منذ أن أطلق أول رصاصة علينا النظام في مظاهرات سلمية. وهذا ما سمعناه حتى في الشارع الآن، الثورة سلمية. صحيح. يعني بمجرد أن يتوقف النظام عن القتل تعود بنادق الثوار إلى يعني إلى 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 مخابئها، ويعود الهتاف ويعود الصوت هو الذي يطالب بمطالب الشعب. نعم. أستاذ عمر، نمضي الآن إلى الأمام. روسيا تطالب في الأمم المتحدة بأن يوفق أن يعني التوقيع أو تطلب من مجلس دعم وقف إطلاق النار. وسائل إعلام سوريا تقول إن المحادثات ستبدأ قريبا. هل لديكم معلومات عن الطبخة التي تنتظرها الأستانة في كازاخستان؟ ما هي أهم القضايا التي ستطرح هنالك؟ يعني من حيث المبدأ أنا أستطيع أن أتحدث في الشق الخاص فينا كثوار كطرف في الثورة. يعني بات معروفا أننا في منتصف شهر يناير سنقدم أسماء الوفد الذي سيشارك في مفاوضات الأستانة. سيعتمد هذا الوفد بالتأكيد على ممثلين لقادة الفصائل الفاعل على الأرض التي أبرمت هذا الاتفاق مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى طبعا ممثلين عن الهيئة العليا للتفاوض التي ستكون مظلة سياسية للوفد التفاوضي الذي يوجد فيه إذن شقين، العسكري والسياسي. هذا من ناحيتنا. إذن في منتصف هذا الشهر سنقدم أسماء هذا الوفد. في نهاية هذا الشهر ستنطلق هذه المفاوضات في حال تم التوافق على نقاط جوهرية وأساسية وعلى ضمانات التي ستقدمها روسيا بالتحديد. أهم هذه النقاط أستاذ عمر؟ النقاط الأولية التي نص عليها اتفاقية الهدنة يوم أمس، اتفاقية هي خمس هي بيان جنيف، مرجعية بيان جنيف في العملية السياسية، أيضا القرار الصادر عن مجلس الأمن 2254. هذا المرجع يعني كمرجعية سياسية للتفاوض في غاية الأهمية. بيان جنيف ينص أو يتحدث عن عملية انتقال سياسي، وهذا ما طلب ما تطالبون أن لا يكون أي دور للأسد، هذا هو المقصود. هذا جزء مهم جدا من آليات النقاش، وهذه ليست شروط مسبقة بالمناسبة. هذه أساسيات لإنجاح العملية السياسية. في العملية السياسية أرجو أن تصحح ربما أستاذ عمر، السفير الروسي يقول أو المتحدث قال بأن 7 جماعات مسلحة ستشارك في المحادثات حتى الآن، وتمثل 60,000 مقاتل، وجماعات أخرى ستكون في وضع المرحب به. نعم صحيح هذا الكلام. هم 12 جماعة أو فصيل ثوري وإسلامي وافقت يوم أمس على الهدنة. 7 فصائل منها أساسية شاركت في المفاوضات، و5 وافقت لاحقا أو كانت على اطلاع على مجرى المفاوضات، لم تشارك بشكل مباشر. ولكن بالتأكيد هناك ترحيب واسع من كل الفصائل الموجودة على الأرض من قبل الفعاليات الثورية العسكرية والمدنية. كما تشاهد لم يصدر ولا من جهة على الإطلاق، حتى من جبهة فتح الشام لم يصدر شيء ضد هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار. الكل يتحمل ولكن كيف يصير يعني الآن. هناك ترحيب، ولا تنسى أستاذ عمر، لا
ينسى المشاهد الكريم أنه تصريحات أن الأصابع ستكون على الزينات كما وصفتم. أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك أستاذ عمرو. ينضم إلينا مشاهدين الكرام عبر سكايب من إدلب محمد الخليل الناشط الإعلامي. سيد محمد، كيف هو الوضع في إدلب بالنسبة لوقف إطلاق النار أيضا للخروقات وللتظاهر في الشارع؟ كل عام وأنتم بخير. شكرا. إن إعلان وقف إطلاق النار الشامل الذي أعلنته موسكو لاتفاق مع تركيا ووافقت عليه المعارضة والنظام السوري، إلا أن هناك أطراف أخرى غير مأمونة الجانب، ولا يثق الشعب السوري بشكل كبير بهذه الهدنة، إلا أنه يرغب في المضي بها. أي أطراف أستاذ، أي أطراف تشير إليها هذه غير المأمونة الجانب كما قلت الآن؟ أطراف غير سورية معلومة لدى الجميع، مثل الطرف الإيراني، بعض الأطراف الأخرى أو الفصائل التي تقاتل في مظلة النظام السوري. وينقسم الناس هنا في إدلب بين متفائل حذر وبين متفائل يعول على هذا الاتفاق لخلاصه من القصف والتشرد والنزوح. وكما تعلم أن في محافظة إدلب أصبحت سجناً مفتوحاً لجأ إليها آلاف النازحون والهاربون من الموت والقصف الروسي والسوري، وأصبحت تعاني من نزوح داخلي ونزوح إلى الحدود التركية، أدى إلى تراجع في الخدمات الإغاثية وتشتيت جهود المنظمات الإنسانية. الوضع صعب جداً كما تعلمون. نعم. حدثت خروقات أيضاً اليوم، خروقات كثيرة في محافظة إدلب. هل هناك ضحايا؟ هل هناك قتلى سيد خليل؟ لم يحدث قتلى في هذه الخروقات، لكنه خروق خرق للهدنة جرى في بلدة أسكيك وبلدة تلعاس. استخدم النظام الطائرات في قصف المدنيين، هذه مناطق مدنية بحتة لا يوجد بها أي نوع من السلاح أو المسلحين، ولا يوجد فيها أي نوع من الإرهاب حتى. قصفت هذه المدن من بلدة موالية للنظام اسمها معان، قصفت بالرشاشات، واستخدم الطائرات أيضا في قصف بلدة السكيك. هل هناك خروج للشارع؟ هل هناك خروج سيد خليل؟ نعم، خرجت عدة مظاهرات في محافظة إدلب ولها مطالب محقة، وكانت المظاهرات تشمل مدن وقرى مثل معرة النعمان، كرمبل، بعض قرى جبل الزاوية، سراقب، سلقين، الدانة، وعدة مناطق أخرى. طالبت بإسقاط النظام، طالبت بالعودة إلى الثورة السلمية، إلى الثورة على هذا النظام. شكرا سيد محمد خليل الناشط الإعلامي من إدلب. أستسمحك وأمر الآن إلى ريف حماة معي عبر سكايب على الفطراوي الناشط الإعلامي. كيف هو الوضع في حماة؟ وقف إطلاق النار، الشوارع، التظاهر، وأيضا الوضع النفسي والاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حقيقة غاب التفاؤل الذي تكلم عنه زميلي محمد الخليل من إدلب. هناك حالة من فقدان الأمل والثقة بهذه الدول التي ترعى هذه الهدن دون أن تحاسب من يخرق هذه الهدن، خاصة أن الخروقات أتت في الساعات الأولى في ريف حماة لهذه الهدنة. حوالي 10 خروقات حصلت اليوم في ريف حماة من قبل قوات النظام عبر قصفها مدينة حلفاية بثمان غارات جوية. إحدى هذه الغارات كانت سقطت على مسجد حلفاية الكبير وتسببت بدمار هائل داخل هذا المسجد. غارة جوية أيضا على مدينة اللطاملي في ريف حماة الشمالي، غارة على أطراف مدينة كفرزيتا، غارة أيضا على مدينة مورك، أيضا قصف بالمدفعية الثقيلة من صوران على مدينة طيبة الإمام. لدينا أيضا غارات جوية على قرى الصياد والزوار والأربعين وحصرايا، هذا عدا القذائف الصاروخية التي سقطت على معظم قرى وبلدات ريف حماة الشمالي من الحواجز العسكرية. شكرا لك. هذه الخروقات أوقعت. نعم، شكرا لك على، أعتذر لك، على الفطراوي ميان حماة. نتحول بكم الآن إلى الزميل حسام يحيى والذي سيعرض علينا عددا من الملفات وعددا من ردود الأفعال على مواقع الجزيرة مباشرة. كيف هو الوضع حسام؟ نعم محمد، إذن هناك تفاؤل حذر، وأيضا معظم الصورة هي صورة من التشاؤم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر هاشتاج، ولكن قبل ذلك نعود مرة أخرى. شكرا حسام، سأعود إليك. سيد أستاذ عمر،
أطراف غير موثوق فيها تحديدا، إيران لعب إيران ميليشيا واضحة، ولكن سياسيا هل تكتفي بالستارة وأن يكون ذلك من خلال روسيا مثلا؟ لا بالتأكيد، إيران تظن أنها تلعب الدور الحاسم على الأرض في مواجهة ما تسميه هي قوى الإسلام التكفيري، ونحن نعتقد أنها ساهمت بشكل فاعل وأساسي في معظم المجازر التي ارتكبت خلال السنة الماضية وخلال السنتين الماضيتين بالتحديد. ونعتقد أيضا أنها تلعب دورا كبيرا جدا في دعم نظام الأسد عسكريا واقتصاديا وماليا، لذلك هي تعتقد أنها صاحبة اليد الطولة التي لكنها يجب لم تكون حاضرة في مسألة وقف إطلاق النار. أعتقد أنهم وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية وإلى الرئيس الإيراني عبر الموفد الخاص لفلاديمير بوتين خلال الأسبوع الماضي، والتقاه مرتين، إحداهما كانت لإطلاعه على البنود وقف إطلاق النار، وأيضا جرى اتصال هاتفي. يعني روسيا تمثل إيران في هذه المفاوضات؟ روسيا هم قالوا أنهم يمثلون النظام والقوى الداعمة له والحليفة له خلال المفاوضات، يعني هم أعلنوا وأعلمونا أنهم يمثلون النظام ويمثلون القوى الداعمة له. ونحن نعتقد أن روسيا في الحقيقة لولا الغطاء الجوي ولولا الدعم العسكري الواسع الذي قدمته خلال 15 شهرا الماضية من تدخلها العدواني في سوريا، لما أمكن لقوات الأسد ولا لميليشيات إيران المتعددة الطائفية أن تتقدم ولا متر. على هذا الأساس هل يمكن معذرة أستاذ عمر، هل على هذا الأساس هل يمكن أن نقول أن الميليشيات الإيرانية يمكن أن تهدد في أي وقف إطلاق نار، وقد بدأت من خلال صيغ مختلفة حزب الله وغيره في جهات؟ صحيح، نحن يعني كنا قلقين من هذا الأمر وحذرنا منه، أنهم هم الأكثر أو أصحاب المصلحة في إسقاط هذا الاتفاق الذي يعتقدون أنه جاء لوقف تقدمهم العسكري خلال الفترة الماضية. والروس، وعبرنا للروس عن هذا القلق بداية، وعبرنا لهم اليوم أيضا بعد أن قاموا بقصف وادي بردة ومحاولتي اقتحام لمنطقة وادي بردة، وأكد الروس أنهم سيقومون بما يلزم للضغط عليهم. نحن نعتقد أنهم أصحاب المصلحة الأولى بإسقاط هذا الاتفاق بالإضافة طبعا إلى النظام، ولكن أعتقد أن الروس أيضا جادين بإظهار أنفسهم أنهم رعاة لعملية سلمية بعد أن كانوا رعاة لعملية تدمير حلب خلال الفترة الماضية. مقابل هذا البرود الأمريكي، التطور إيجابي كما وصف، والموقف الأوروبي حتى الآن كيف تبلورت برأيك عمر حتى الآن ردود الأفعال حول هذا الموقف؟ يعني واضح أن الأمريكان لا يعجبهم هذا الاتفاق أصلا، لا يعجبهم الوصول إلى اتفاق ليسوا محاضرين فيه. الموقف الأوروبي في الحقيقة غائب تماما عن يعني وكأنهم في غيبوبة. الموقف الأسوأ هو الموقف العربي في الحقيقة، فقط دولة قطر هي التي ساهمت في إنجاح هذا الاتفاق وعبرت عن رضاها عنه يوم أبس عبر وزير الخارجية القطري. بقية الدول العربية في الحقيقة يعني لكن هي هناك خارج المعادلة. دعوة تمام. روسية من أنها ستحضر مصر، تدعو مصر والسعودية، وربما ستأتي بقية أخرى، أليس كذلك؟ يعني دعوتها لمصر حقيقة محاولة أرضاء لإيران ولحلفاء النظام فقط. يعني بقية الدول أن تحضر السعودية، لو كانت السعودية تريد أن تحضر في هذا الاتفاق لحضرت بداية. السعوديون الآن يرون أن عدم وجود الدور الأمريكي، عدم وجود دور أمريكي قوي في معادلة الصراع السوري الآن تجعلهم في يعني عرضة لانتقام روسي ربما يكون عبر حلفائهم الحوثيين. ويعتقد السعوديون الآن أن الخطوة خطوة إلى الوراء ربما تساعدهم على إعادة صياغتهم لإطلاق الصراع. أين أصدقاء سوريا تساقطوا كما بشكل يعني سؤال مفجع. سؤالك في غاية الأهمية. منذ البداية لم يكن لنا أصدقاء في الحقيقة. الثورة السورية هي ثورة يتيمة، قدم لها بعض العرب شيئا من الدعم باستثناء الموقف القطري الثابت منذ بداية الثورة وحتى الآن، وباستثناء الموقف التركي الذي يعني صحيح يتغير تبعا لمصالح الدولة التركية ولكنه ثابت على مطالب الشعب السوري. لولا هذين الحليفين لقلنا تماما أن الثورة السورية ظهرها إلى العراء، يعني ظهروا إلى العدو. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر إدلبي، عضو تجمع ثوار سوريا، على حضورك وعلى أرائك وتحليلاتك. مشاهدينا الكرام، النافذة مستمرة، وبعد الفاصل كاميرا الجزيرة مباشر تلتقي كاميرا الجزيرة مباشر عائلة الشاب بلال الرزايني المعتقل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.